السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم العشية راني دخل حبيبي نشوفوا الأحوال كي دايره منا لك من جهة السلميسوم وحوش الشهداء الله يرحمهم ويوسع عليهم. الدروشة زمام زيد خدة كانوا يسكنوا في الجهة هذه كلها كان شيء مغري، كانوا مجاهدين الفداء إذا الله أحين جايين من الجهة هذه. أنا أشوفوا البني اللي ما هدموش نصها قاعة تعمر، لو كان ماشي هذاك البني يكون 17 قاعة مرحو كل صراحة. شوف الطاقة هذه اللي قدامنا هذه، هذه فيها خدة وقالت لكم صباح الخير منها من الطاقة هذه. شوفوا الطاقة هذه مليح، هذه هي السكنة تاع بن سمونة الله يرحمه ويوسع عليه. هذه السكنة تاع خدة وين خرجت منها وقالت لكم وقالت لنا مسكينة الله يطول في عمرها والله يشافيها، قالت لنا صباح الخير. هذه نزيد نروحوا منا لك ونشوفوا الأحوال كذا من جهة كبيبي. خبرنا بها كذلك نشوفه باش يجاوبني الى عنده شي جواب على الشيء اللي قالها الوالي البارح اللي هو مشكور. نشوفوا شي زاوي ونسقسوا. بعد جرى هنايا سي الزاوي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف داير لاباس؟ البارح الوالي اللي هو مشكور رد على ذوك الصحفيين لي عرفوا كي جاوبوه في الحقيقه، كان كذلك ما عرفوا كي جاوبوه وهو كذلك جاوب وتبارك الله فيه، لكن بقات بعد من تساؤلات. النهار الاول كانوا يقولوا 3000 او 4000 سكنه راس العين، دوك بقات على حسب هو بقات غير 2000 راس العين. بعد اعطيني خلاصه على الشيء اللي قاله البارح. ايوا الوالي بارك الله فيه على كل شيء مشكور، والله يرحم والديه. وهذا الوالي خدام، نعرف بلي خدام وراه يخدم بصدق، نعرف بلي هذا الوالي خدام وراه يخدم بصدق بصح، ولكن هذا الهضره اللي هضرها كاع لما شكون نولوا كاع وندوروا وندوروا كاع ونولوا كاع المكان اللي نولوا نقول لك بلي على راس العين، نهضروا على راس العين، خاصة على راس العين كيلا لي بون وارجابو واسلاسطو. حنا كاع المشاكل تاع المسؤولين السابقين اللي راح الله يسمع عليه، خلطها وراح الله يسمع عليه. المسؤولين السابقين وانا هضروا ثاني على اللجان اللي كانت جلسه من السكن، هي اللي ما كانتش تمشي في الصواب، ما كانتش تمشي في الصواب. كون كانت تمشي في الصواب ما نقعدوش هذا المشكل اللي رانا فيه. وحده وكرانا في الكارير واصلين بالرحله، كون مشي على خاطر الخدمه تاعهم هما خدموا نيشان كرانا في الكارير ولا في الشاطو ضو. وقالوا لي باللي كان يتمشى بالساكودو على ظهره وجايب لي في فامي معاه. يتمشوا بالساكودو على ظهرهم ولي في فامي معاهم. الفيتامي جايبها معاه تاع الناس كاع مشي منها من راس العين، كنت تقني على راس العين وين جاي يقول لك ما نعرفهاش. وهضر الوالي السابق الوالي هذا الخطا المره اللي فات هضر وقال لك كاين 50% في كليلات سكانين بالعين. هضرها. ونعم هضرها نعم. على ما يديرش لجنه التحقيق ويشوف هاد الناس اللي مساكنين في راس العين مين؟ لودي اللي ساكنين في كليلات مين؟ اسمح لي لودي لجنه التحقيق كاين منا من راس العين من الشباب اللي قال لك قادرين نروحوا نخدموا معاهم باطل ونقول لهم باللي سيد الوالي هذه اللجان اللي كانت نهار الاول كانت غالطه وشحال 30 او 20% اللي راحوا ما هو جامع راس العين خلاص. هل صحيح؟ كاين اكثر من ماشي 20 كاين اكثر من 20 من شي راس العين كاين اكثر منها، كاين غير فايده تسكنه كاين غير فايد ومن الولايات المجاوره كان حتى يكون موهر ما يهمش. كاين من ولايات مجاور مستغالين يغدو كما يقولش الناس مستغالين تما ساكنين، يغدو كما يقولش الناس من سعيده تما ساكنين، يغدو كما يقولش الناس من بلعباس تما ساكنين، يغدو يروحوا يديريفو. بصح شاركيني هما غيريهم غير هضره، هما كي يسمع يهضر يدير لك طريق بالذهب تحس باصاي. بصح شارو تطبيق ما كانش. ولكن انتم عندكم لجنه الحي اللي كانت مشى معاه. شارع لجنه الحي، لجنه الحي انا واحد من لجنه الحي، انا جماعه ما تمشيتش معاهم انا لا، انا اللي في 2018. واه ما تمشيتش معاهم. بصح 2017 كي يتمشى معاهم؟ كان يتمشى معاهم، رئيس لجنه الحي قاسم السكون تاعه. ايوا. رئيس لجنه الحي قاسم السكون تاعهم دخل مع ناس براويه، أيوة. غير ولاد وهران معليش. ايوا. ناس براويه دخلهم معاه. هذه انت في ميزك تاعك كيش غادي هذه هذا 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 الشعب شنو يدير تما؟ لا قال ابي قلال هو يرقص. الشعب شنو يدير؟
الشعب كيشوفني انا ممثل حي كممثل حي خاين. الشعب شا يدير؟ نعم 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 انا اللي ممثل حي وكان 2018 ممثل حي وكان ما نكون خاين ما يديروش عليا. كان نكون خاين ما يديروش عليا يديروا اكثر من اللي ندير انا. ونوجوه ونسحب السكنات هذول اللي مدخلين معهم الناس يحسن نعاونهم. كاين دار عنده دار خاويه يبيعها خا ما يديها باخا ما يديها ليجان تاع السكن يديها ويدخل معاه واحد اخر جاب لي فيت فامي في جيبه. انا جو فيهم شفناهم الخطر اللي فات جايبين لي فيت فامي في جيوبهم وجايبين حتى الساكودو يا فيت فامي في الساكودو ولقاو لي فيت فامي هنا طايح لقاو مولا حتى مشي منا من تيرت مشي حتى من وهران غير من وهران نقولوا معنا من البلدية المجاورة نقولوا معليش لقاوها منا من تيرت لقاوها طايح. وهاد الديار اليوم هنا دايرين كريسة وخلوهم مثلا شدموهم وكاين اللي بعد ديجا راهم سكنوها صحيح سكنوها الديار هادو هادو كاع الديار كاع اللي كاين دار كاين ما تنقيهاش كاع غير تدخل تسكن فيها تركب لها غير باب وتسكن. دوك هما هدموها سيبوا لي هما كانوا حابين هذا الشيء يبقى كما هو كانوا حابين يدخلوا صحابهم. ايوا نتمنى من الوالي بدل كاع حد اللجنه هذه اللجنه كاع من الشوفير حتى المسؤول الاول كاع يتبدلوا لا باغي يوصل وين باغي يوصل ولا باغي يقعد هنا خمس سنين في راس العين يهدم فيها وما يخرج منها يخلي هذه اللجنه قاعده خذوا هاد الثلاثة اللجان قاعدين. كل ينسى صورو وينسى حومتو القديمة ما ينساهاش القبرو تبقى في عقلو ديمة. وانا حومتي راس العين وانا حومتي راس العين راحتو ما بقاتش هدمت وطاحت وبقى دمعة في العين ديك الصورة ما زال في عيني غير البارح ذكريات كي كانت راس العين وكي ولا نزيد نسقسي راس العين خلات والصور تهدم. أخي الزاوي بغيت نسقسيك سؤال. وانا تفضل ما عرفتش تنجم تجاوبني عليه ولا لا بصح نسقسيك هكا انايا. الوالي هاد الايامات مع لجنه السكنات راحوا مركاو في جهات اخرى هنا في وهران. لماذا في راس العين ما جاوش مركاو؟ هذي بغي نعرفها. هذا حي قديم راس العين حي قديم المهم هو اللي ولد مركاو شي غدا البلاصه كيما البلديه طلعوا الاخرين بعد ما كون فيهم خلاو الشعب تاع راس العين قاعد. المهم يبداو براس العين هي الاولى ولا مولا صحاب ستاكوديو هذه منعوه ولا كيف مش فاهم بالك صحاب ستاكوديو هذه قالوا يبي يدخلوا صحابهم. كاين ديار هنا راهم ديار هنايا ماشي دار فيلا يا خاويه غير الشعب باللحم باش خلي الشعب يدخل فيها راه مبلعين ماشي سكنه فيلا كاين فيلات راهم هنا فيها خمسه ديار اربع ديار راهم قاعدين خاويين وقيين وخاويين دمر راهم قاعدين هذو مانيش عارف دمر راهم قاعدين مانيش عارف. وانتم الاقتراح نتاعكم اللي تقولوه للوالي اش هو الاقتراح نتاعكم؟ يضرب بالسيف القاطع بالسيف القاطع بالسيف القاطع يضرب لازم يضرب بالسيف القاطع. يعني كل هذه اللجنه اللجنه تاع اللجنه الاولى هذيك تاع 2017 اللي تبدل من الشوفير حتى المسؤول الاول كاع يتبدلوا لا باغي يوصل ويوصل وين باغي يوصل ولا باغي يقعد غير في راس العين يخلي غير هذوك الناس لان كاين سكنه لهيه لهيه تاع لو بون من باب واحد الباب الثالث او الرابع كاين ثلاث فاميلات او اربع فاميلات فيها قريب اللي في 30 اللي خرجت منها. واه هذه علاش؟ هما كيلقوا دار خاويه سكنه فيها لي فيت فامي واحد وفيها اربع ديار. واه دخل صحابه. راه جاب لي بريات معاه. دخل صحابه صحيح فهمت؟ دخل صحابه هذه كاع الشعب هذه كاع صحاب فيلا راحوا على بالهم بها. يعني يكون يديروك لجنه التحقيق حاجه سهله في الباطن في بلوك واحد ينجم يجيب. حاجه في سهله كاين بزاف لي بلوك فيها ثلاثه تاع الناس ساكنين والاخرين كاع مبلعين. غنشوف شفناهم. ودوك الشعب شنو دار؟ قال لك انا ما خليش دار خاوي مدها في سبيل الله وما خليهاش خاوي. يعني في ميزك انت ولا حسابك انت لو كان نهار اللي جو راح له في 2017 راح له غير صحاب راس العين لو كان واصل حتى ال كره ما عادش شاطر كره فوق شاريه كاع نكملوا كل شيء الجهه كره فوق شاريه اييه كره فوق شاريه ولا راه في الطريق ولا خارج الطريق خرجوا عن السيام خرجوا عن الثانويه. واو نخبرك لا كان خرجوا منا كره خرجوا عن الثانويه وكان ولاو منا كره ما عندك شاريه الحبسي. خاش نعرفوا هذو نعرفوا هو ديجا على هدرها فمه قال لك 50 سكنه 50% سكانين بالليل
50% قال لك سكاني قال لك قال لك حتى انا ما خصناش الهضره قال لك حتى سكاني كان اللي على حسب الوالي اللي خرجوا بالرشوه هو الذي الولي قالها على بالك قال لك وخرجوا وقال لك شغل وحدين وسطه وقال لك واه الولي قال لك حزوا من الوساطه هذوك حزوا الوساطه حتى الوساطه مش ما كانش هما الوساطه هما يجيبوا لي بريات معاهم ما كانش وساطه كاع هما جايبين لي بريات معاهم كاش وساطه بصح الوالي بصفه عامه هذا يهضرها بارك الله فيه ها هذه الحكومات بارك الله فيه نعرفوا بلي خدام به برئيس البلديه به شرف دائره على بالهم بلي خدامين هادو على بالهم بلي خدامين بصح الاولين بصح انا نظن اللي تحته هما اللي راهم كاين 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 اللي عرقلو كاين اللي كيما خلى راس العين وراح يمركي في بلاصه اخرى كاين اللي عرقلو كاين اللي راهم يعرقلو كاين اللي راهم يعرقلو كاين اللي عرقلو صح ونحوسوا على نوصلوا نحوسوا نخدموا بصدق اللي عندنا غير على البلاد وغير على هذا الاعلام يخدم بصدق ما يتنوفقش ولكن يتنوفق ربي يخلصه على حساب التنوفيل وهذا الناس اللي نكشفوا ربي يكشفهم هذاك ماشي يكشفهم هذاك ربي يكشفهم هذوك ربي يكشفهم ان شاء الله ويزيدوا يكشفوا اكثر عاد تشوفها كاين سكان هنا كاين والله كاين زياره هنا خاصهم غير بيبان سلام الله كاين زياره هنا خاصهم غير بيبان كاين واحد الزياره هنا خاصهم غير بيبان وكما هذيك اللي هي خاصهم غير بيبان كاين ديار انا خاصهم غير بيبان يعني المفروض يدخلوهم اه الشعب راه مزير روحه مش خليه يدخلوا صاي الشعب راه مزير روحه لا يخلف على واحد الرجال راهم واقفين هنا مش مخلي الشعب يدخلوا صاي مكره ندخلوا شنو فيهم احنا نطلبوا الولي يجي يزور هاد العائلات اللي هنا باقيه مغبونه مساكين داك حوش الرقديه الفوق مجيه تحرات مجيه الكريان راه مغبونين بزاف الجبل اللي هي على بالك راه باقيه انجيرا في اقرب يهود عليهم الحيط كاع هود حوش الرقديه الفوق راه الدار كاع طاحت عليهم ياك الولي نطلبوا منه يدير لنا زياره هنايا اش قلت المره اللي فاتت لما جا سيد الهواري انا بنفسي هضرت معاه وقال لي راني داير لها زياره لراس العين باغي نجي لراس العين نتمنى يجي كل يوم انا نقول غدوه نتمناه يجي وكي يجي راه يجي مع ايداس باش ما يلبس صباط ما يلبس صباط بريون يجي مع ايداس باش يدخل راس العين ونقسم المبقى في الارض خضام شفت راس العين وبغيت نخمم وتفكر خاطري جماعتي مع ولاد الجار جالس حتى بقيت وحدي نتكلم راس العين علاش وليتي قفار مالي بارك الله فيك يا سي زاوي وقلنا كلمة أخيرة لولاد راس العين للوالي لهذا المسلمين احنا تراب تحت راس العين تراب تحت رجليهم احنا ناويين نخدموا في سبيل الله ما نخدم بدون مقابل انا ما عنديش ما خصنيش الحمد لله ما عنديش ما خصنيش نعاوز نخدم في سبيل الله نخدم بأي طريقة نخدم في سبيل الله ونتمنى هذا الوالي يشوف هذا الشعب هاد الشعب يشوف فيه راه مغبون شاريال ارض ليبو ارض باسور ارض شافو مغبونين يشوف فيه اقرب وقت ماشي اقرب وقت تبارك الله فيك سي الزاوي رجع ربي ان شاء الله تكون الكلام نتاعك مسموع للسلطات المحليه ويجوا يزوروا هذا الحي العتيق نتاع راس العين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته احنا وين كانت كاينه العباده جايه منها لك الدخل نظن كاين واحده يسكن فيها نظن كاين واحد يسكن هنا ما ندخلوش هذه هي العباده هنايا ونجو خارجين نطلعوا هذه فين نقيه غير الشعب راهم بالله عشان ما يدخلوهاش وهنا نزلوا طالعين هنا حوش الخديم هذيك حوريه اللي راهي في لاميري الفوق انت عاكمين قولها تعيه 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 بصح هذه هي بلاصتك هاي الدار تاعكم انت ابوك هذه هي السكنه تاع الخديم الله يرحمه ويوسع عليه هنا كيسكن الحاج ويسكن احمد عمك هذه هي سكنتكم هنايا التيرا لو بون صنباني نهبط تعبار بيوتك الضاويه بيوتك الضاويه وغاشيك منعم شحال فوتنا فرح وعراس وتكسار القصبه والشيوخ غاسي متلايم والبرحه متناقرين غير القدار وخارجين منها الشهداء وهذا المسجد نتاع سي العربي
هذا المسجد اللي اكثر من 25 شهيد طلعت منه لك في 1955 ونهاية 55 وديبي 56، هذا هو جمع السلع العربي وجمع الشهداء، لأننا كنا عايطوا له حي السلع العربي، هذا هو الله يرحمهم ويستر. صحباني نهب التعبار، بيوتك ضاوية، بيوتك ضاوية وغشيك من عم، شحال فوتنا فرح وعراس وتكسار. سي زاوي هذا خرج منها اكثر من 25 شهيد كانوا مرتبين هنايا طلعوا في الفاه 55 56 ومنهم السي مقداد الشيخ خويا الله يرحمه، منهم قبيل احمد، منهم حميه، منهم كاين قبيل هما سبعه شهداء، كاين مناد، كاين بزاف شهداء بزاف، ولكن اللي طلعوا منهم الجماع اكثر من 25 شهيد، واش تقول لهم هاد الشهداء هذو؟ قول لهم الله يرحمكم ويوسع عليكم، قول لهم الله يرحمهم الله يرحمهم، وهادو خدموا البلاد الله يرحمهم ويوسع عليهم. باش نقولوا للوالي باللي هادو ولا راس العين ماهوش تاع البارح، هادو راهم من 1900 يسكنوا هنا. يعرفهم لومامو يعرف، لومامو يعرف هذا الوالي، لومامو يعرف، لومامو العاب اللي كيهضر فيها البارح يعرف. لا باين بلي يعرفوها مليح ويعرف الحي مليح. تبارك الله فيك سي زاوي، رجع ربي يكون الكلام هذا وصل الى سيده الوالي ويجي هنا يزور يشوف هاد البلاصه كيف دايره بعدا ويشوف الشعب كيف عايش هنايا. والجار يعس على جار، حسره على ناس زمان كانت النيه والامان تبات مفتوحه البيبان. والجار يعس على جار، كان الشيخ خليل كان عايش القليل. يا حسره عليك يا الدنيا كي والليل.